هذه الدورة هي الدورة التاسعة من عمر هذا المهرجان، حيث نشهد كساكنة أولا قبل أن نكون من داخل المهرجان أو من داخل يعني إدارة وتسيير هذا المهرجان، نشهد تغييرا ملموسا من حيث الاستضافة ومن حيث ضيوف، كما قلت استضافة وضيوف المهرجان، ومن حيث أيضا المواد المعروضة أو المتنوعة من داخل فقرات المهرجان. نلاحظ أيضا ارتباط السينما بالتنمية كمفهوم من المفترض على أنه يكون يعني في هذا يعني كبعد أي تظاهرة سواء كان ثقافية أو غير ذلك، إلا وأن يكون حاضرا المفهوم التنموي من حيث أن التنمية هي التي تلامس واقع الإنسان أيا كان ذاك الواقع، بما يحمل من 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 متغيرات، وبما يحمل أيضا من من يعني من مواكبة لمجموع الحياة واستمراريتها. بالتالي حضور التنمية اليوم كرؤية استراتيجية مستشرفة لمستقبل هذا المهرجان، يعني هي رؤية ثاقبة لدى إدارة المهرجان، حيث الانفتاح على دول عربية يعني متجدرة في التاريخ والحضارة والثقافة كسلطنة عمان ضيفة شرف هذه السنة، وأيضا الانفتاح على أفلام سواء كانت لشباب أو لمنتجين جدد شباب يعني يحملون هم تطوير السينما والساحة الفنية وكذلك كمنتجين سابقين. وبالتالي يعني من حيث المادة هناك تنوع، ومن حيث أيضا إشراك تقريبا جميع الفئات العمرية كما رأينا اليوم أو يوم الأمس من خلال دورات تكوينية من داخل مؤسسات تعليمية، وهذا بحد ذاته يساعد الطالب والباحث والتلميذ في التوجيه إلى هكذا يعني مهن مستقبلية لما لا، وايضا تنويع العرض المحلي ولا عدم الاقتصار على الشعاب اللي اصبحت مستهلكه.